في مدينة مستغانم عاصمة الشعر الملحون، باش نحيي هذه الذكرى، ذكرى العاشرة يعني، اللي غالية بالنسبة للفترة الزمنية لهذا المهرجان، الشعر الملحون المهدى لسيدي الخضر بن خلوف، وكذلك نتزامنوا مع ونتوالموا مع القضية الفلسطينية اللي راهي هذه اليامات، وحنا نعبروا على تضامننا يعني ككل شعراء، ككل مهتمين بهذا الميدان على المستوى الوطني، باش نتضامنوا مع القضية الفلسطينية وخاصة في غزة، ولهذا الغرض جسدناها في الميدان في البرنامج، وين يجوا تقريب 50 شاعر يجوا من المستوى الوطني من كل أنحاء الوطن باش يقولوا كلمتهم عن الطريقة الأدبية الشعبية في هذا الميدان إن شاء الله، وتبعث إلى إخواننا في غزة. هذا من جهة. من جهة أخرى حبينا نكملوا هذه الدورة العاشرة وثمنوها كذلك بأسبقية الجزائر في الشعر الملحون بصفة خاصة، والجزائر تكسب هذا الميدان اللي موجود منذ القرن السادس عشر، وين أسسه الشيخ سيدي الخضر بن خلوف. هذا ما نعمل به، ونزيد نتمنوا هذا الموضوع هذا بالتوثيق، وحنا منذ بداية هذا المهرجان وحنا دائما نمشي ونشجعوا التوثيق في هذا الميدان، وحنا كل دورة فيها نطبعوا كتب ونطبعوا مجلات في هذا الميدان اللي تبقى للأجيال اللاحقة إن شاء الله.